كان نحيي المؤسسة ديال الفكر والحوار، على أولا على التسمية ديال المؤسسة، لأن ما أحوجنا للفكر والمتنور بالخصوص وللحوار في هذا الزمن ديال التعتيم والزمن ديال الأحكام المسبقة والزمن ديال الظلامية. هذا مجال للمساءلة وللتساؤل لطرح عدة أسئلة. هذه الندوة هذه جات في واحد السياق خاص اللي كيهم الجهوية الموسعة، والسؤال الكبير المطروح هو إعادة النظر في التقسيم الجغرافي للجهات. غادي ما غاديش ندوي كفاعلة سياسية، ولكن كنهضر كبنت الريف، وان كان انا خلقه في الناظور، والدي من هنا من الريف، من يوريغل، الوالده من بني بوفراح. الانتماء للريف ما عمره فرقني، وان كنا عشنا في تطوان وتشبعت بالثقافه ديال تطوان، ولكن الريف دائما حاضر. انا جد سعيده انني نتواجد معكم هذا النهار وانني نكون هنا، وباش نعبر ايضا على ان الريف ماشي هو فقط الحسيمه او الناظور، ولكن الريف الكبير، الريف اللي هو من وجده الى حتى من المحيط الاطلسي بالجبال ديالو بالسهول ديالو بكل شيء. وباش نركزوا ايضا على عدم ان هذا التقطيع هذا الحالي ما التزمش ما رجعش الهويه ديال المغاربه، ما رجعش التراث، ما رجعش المرجعيه الثقافيه واللغويه والاثنيه. باش يكون عندنا واحد التقسيم اللي هو عادل، لابد من احترام هذه الخصوصيات، لابد من احترام هذه العوامل هذه. وبقى لي واحد نختم بواحد السؤال، اذا يمكن لكم تجاوبوني عليه. تصوروا ان رؤوس الاموال ديال الريف، ديال الناس اللي هما جاوا من الريف، يتسحبوا من طنجه ومن تطوان. اش من طنجه وتطوان بقات؟ ما يمكنش. كاين تمازج، كاين حضور، كاين اللي لابد ما نفكروا فيه مزيان، لان هذه الجهويه الموسعه خاصها تكون اليه من اليات التنميه، ولا تنميه بدون هذا المغرب الكبير. شكرا لكم.